وتؤكد قمة مجلس دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التوجه الخليجي لتعزيز العلاقات مع الشرق والغرب من خلال تحقيق التوازن وتعزيز المصالح المشتركة. وفي هذا السياق أكد عدد من المختصين بالشؤون الإقليمية والدولية على أهمية هذه القمة مع دول آسيا الوسطى من خلال العديد من المنطلقات والأهداف المستقبلية المشتركة. تأتي هذه القمة الخليجية الآسيوية إذا جاز التعبير، أو 6+5 إذا أحببنا أن نسميها بالمصطلح الحديث، تأتي في سياق جديد تعيشه منطقة مجلس التعاون الخليجي. هذا السياق ينبئ عن حالة جديدة في الوعي السياسي، عن حالة جديدة في الرغبة السياسية، في الإرادة السياسية التي يريدها حكام دول مجلس التعاون الخليجي. الإرادة السياسية التي تتوافق مع سمات القرن 21. كان القرن 20 كما أذكر دائما هو قرن التأسيس، قرن البناء. اليوم في القرن 21 هو قرن بداية المنجزات، قرن أن نكون موجودين على الخارطة السياسية والخارطة الاقتصادية والخارطة الثقافية والاجتماعية كذلك على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. آسيا الوسطى هي منطقة ليست بعيدة عن ثقافتنا، ليست بعيدة عن تاريخنا، ليست بعيدة عن وجداننا. نستطيع أن نقول أنهم منا ونحن منهم. اليوم راح تكون قمتين، القمة الأولى خليجية ومن ثم قمة أخرى آسيوية خليجية، وبالتالي المزمع يعني تنسيق كثير من الجهود والمواقف لخدمة يعني المواطنين مجلس التعاون الخليجي وخدمة الخليج إن صح التعبير. وبالتالي إحنا اليوم الكل يعلم بأن توجه دول مجلس التعاون الخليجي مع شراكة الدول العربية نحو شرق أوسطية لقد التعبير عليها سيفا، المملكة العربية السعودية مع شقائها الخليجيين نجحوا في استقطاب هذه الدول وتكون شراكة اقتصادية وتكامل اقتصادي وتنموية لما يحقق الصالح العام.